son, America. Born and bred in Japan. استاذ فل ارنولد. استاذ فل. الريحه الحلوه دي يا سيد. النبي عجبتك؟ لا ده انا نزيه قوي وعجبك. طب والله والله يا ارنولد مركبها ب 34 جنيه في الحسين. 34 جنيه يا سيد؟ انا بتكلم عن ريحه الكفته اللي في ايدك. يا راجل هي دي كفته ولا اقول الريحه دي جايه منين؟ اه انت بتلف وتدور يا سيد. وانت طلعت بخيل ولا ايه يا سيد؟ بخيل؟ بخيل مين يا ابني؟ ده انا ابو الكرم كله. يا نهار اسود. ده انت مش تاكل السندوتشات بس. انت تاكلني انا شخصيا. بقول لك ايه؟ وانت كنت تعرف المرحوم؟ لا. بس بيقولوا يا سيد لما كنا عندك في مصر ان هم لقوا حاجات في اوضته سالها من عند سالم بيه. يا نهار اسود. بقى كده ابو العز بيه. يوم ما اطلب منك شغل تبعت لي حته لبش قتل وسرقه تحرش. جت في ميعادها. حبيبي يا سيد. صحة وعافية حبيبي. معناها مش أكلتك يا أرنولد مش عاجبني. نازل نازل. لا تقرير طبيب شارع فنان بتاع غريق أوشن. اتفضل. انت سالم بيه بزعجك معايا معلش انا عارف بس تقرير الطب الشرعي هو اللي اجبرني اني اجي واسالك شويه اسئله. اتفضل اتفضل. مفيش حد غريب. الاستاذ ابو اليزيد المحامي بتاعي. اهلا وسهلا يا متر. اهلا بسيادتك. تقرير الطب الشرعي بيقول ان كان في اثار تعذيب على صدر وظهر المجني عليه وده نتيجه للضرب بكرباج او حبل مجدول وان تاريخ الضرب ده كان سابق لتاريخ الوفاه باكتر من 12 ساعه. رد على السؤال ده الاول. انا مش فاهم. هو فين السؤال؟ لا ده مش سؤال يا سالم بيه. ده اتهام بتعذيب القتيل قبل وفاته. مش كده سعادتك؟ طبيعي ان يحصل عندي سرقه ولما امسك اللي سرقني اعذبه كنوع من انواع العقاب. اي حد بيحقق مكاني كان هيفكر كده. ده لو كنا لقيناه. حضرتك نسيت ان هو هرب بعد ما اكتشفنا السرقه يبقى عذبناه ازاي؟ مش ممكن تكونوا لقيتوه بعد ما هرب؟ مين اللي هيجيبه؟ وهنلاقيه ازاي؟ احنا قريه سياحيه مش اسم بوليس. لا عندنا عساكر ولا مخبرين يقدروا يجيبوه ويعذبوه بالكرباج كمان. تفتكر مين اللي عمل كده بعيدا عن حضرتك طبعا؟ اللي حاوله لك ده بشكل شخصي. اللي انا اعرفه ان الولد كويس. ممكن يكون عنده شريك هو اللي دفعه للسرقه. ولما عرف ان هو رمى المسروقات وهرب اختلف. ممكن يكون ما صدقوش عشان كده قاعد يضرب فيه عشان يعرف مكانها. تقرير الطب الشرعي بيقول ان المرحوم اتقتل في مكان واتسحب لمكان تاني قبل ما يترمي في البحر. ايه رايك؟ ايه رايك انت تشوف حد تاني تساله عشان انا اشوف شغلي؟ تقترح حد معين؟ عندك مدير البيت، مدير الامن، زملائه الشغالين، اكيد هيبقى عندهم وقت يتكلموا معاك وتاخد وتدي معاهم. انت عارف ان انا لولا موضوع السرقه ده انا ما كنتش عرفت هو مين. انت فاهم ان انا عارف كل الشغالين اللي عندي؟ مش غريبه تبقى عارف كل الحاجات اللي عندك. ما تعرفش مين اللي شغالين عندك؟ انا شايف ان مفيش داعي ان سعادتك تتعب نفسك وتتعب سالم بيه معاك باسئله في موضوع ملوش علاقه بيه. لحد دلوقتي يا متر. لحد دلوقتي. عن اذنكم. الشباب فرحان بنفسه. ما تشغلش بالك احنا في السليم.